يا مساء الورد والياسمين عليكم يا شباب ويا صبايا، معكم طارق وايمن من هوشة ام ام اي، واليوم معنا ضيفنا اليوم المقاتل الجزائري، سجله 11 انتصار 3 خسارات، شفناه في ديزرت فورس، شفناه في بريف، شفناه في اوروبا، شفناه في بطولات بريف، وهلا رجع لنا على بريف في نزاله الثالث بريف 50. ضيفنا اليوم اخونا المقاتل محمد سعيد المعلم، حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعيد انت ضخم. شو هذا؟ انا عم جيت والله، ما فيش لا ضخم ولا ولا. قد ايه وزنك؟ والله قد ايه وزنك بالله عليك؟ اليوم الصبح 97.5. ممتاز. يعني انا نقص الوزن قبل الفايت، يعني اكون ما عنديش مشكله في الوزن. يعني في التدريب، يعني وقت التحضيرات، يعني تغيير الاكل، ويعني نعود ناكل الاكل صحي، يعني في الصبح في الغذاء، يعني كل هذه الحاجات اللي ما فيهاش لزومه، يعني صوص وصودا وحوي هذه يعني تنزعها، والوزن يعني ينقص لوحده، يعني التدريبات الشاقه والاكل المليح، يعني مش لازم كما يديروا معظم الفايت، يعني اليوم الاخير عشان ينحي 5 كيلو 6 كيلو ويكون ضغط كبير على الجسم. احنا يعني في طرق كثيره، كل واحد يعني يستعمل الطريقه اللي تساعده اللي تكون احسن لها. بس شو اكثر وزن وصلته انت؟ انا كنت نلعب 84 كيلو، يعني عندي عادي نزل. والله اوكي. يعني هو الاكل والتدريب نحن العرب بس. نحب الأكل يا أخي، شو بدي أقول لك؟ تحبه كتير يعني، ومش أي أكل، يعني أكل العرب صح. هذا أي شيء إحنا لاحظناه سعيد بالمقاتلين بالجيل الجديد أكثر من الجيل القديم، إنه أسلوبهم في تنزيل الوزن كتير تغير. هذا الجيل القديم اللي تبع بدي أنا أقعد يومين ما أشربش مي وأفوت سونا وألعب على التريدميل وأنزل على البسكليت وهذا، وأدبح حالي آخر يومين. الجيل الجديد شايفينه إحنا مش عم بيعمل هذا الحكي أبداً. بس اللي شفناه مع أديسانيا هلأ برجع وبيعكسه ولا والله هي البركة، يعني هذه مهمة على المدرب والفايتر، يعني يشوف الحاجة اللي تساعده. في الناس يعني هو من الأحسن ليه يخفض 4-5 كيلو في يوم يومين، يقولك أنا أكل يعني وقت التحضيرات أكل مليح، يعني يأخذ كميات كثيرة أكثر من المطلوب ويدرب أكثر عشان الإصابات ويعني الإرهاق في التدريب. وكاين نوع آخر يعني يهتم بالأكل طبيعي وصحي، ويبدأ ينقص في الوزن يعني بشهر قبل الفايت. وفي كتير فايتر يقول لك أنا عندي 7 كيلو 8 كيلو نحها في الأسبوع الآخر وكمل تدريب وأكل وش نحب، ويعني وما عنديش مشكلة. يعني في اختلافات، ويعني الاثنين هم صحاح، المهم يعني يوم الميزان يكون ميزان صحيح وبس. يعني في طرق كتيرة، بس كل واحد يشوف اللي يساعده. شو بدك تبدأ أيمن ولا أبدأ أنا؟ خش أشوف أنت جاهز شكلك محمي أسئلة. كثير وجوب ديركت متحمس. انا متحمس لانه محمد انا يعني متابعك من زمان، ومن ايام ديزرت فورس، ومن ايام الاكاديميه لما انت ربحت، وطبعا حملت العلم الفلسطيني، وهذا إشي بيعز علي انا وايمن، احنا جوز فلسطينيه. فمن هذه اخوتي خاوه، هذه بلا ما يعني مزيه ولا حاجه، هذه عادي يعني علم جزائري علم فلسطيني كيف ما فيش فرق، احنا اخوه. هذا الشيء احنا بنعشقه في 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 الشعب الجزائري اجمالا. يعني شفت اخر جيم كره قدم ما بين الجزائر وفلسطين، مشجعين الجزائر زعلوا من الفريق الجزائري لما دخلوا جول على الفريق الفلسطيني. اسمع، هدوهم يعني لو يفوز الفريق الجزائري حيخلصوا على اللاعبين، فيش فوز. فاللي بدي أسألك يا أنا محمد، أنت من هديك الأيام أنت احترفت بال2014، كان عمرك هذاك الوقت إذا أنا مش غلطان 27 28 بهذاك العمر،
بريف ورحت على أوروبا ورجعت على بريف ورجعت على أوروبا. بدنا قبل ما نوصل لهذا الحكي كله نعرف أنت عن بدايتك في هاي الرياضة، شو اللي دخلك عليها، كيف وصلت لها، وكيف اجيت على الشرق الأوسط، وليش رجعت على أوروبا، وليش رجعت هلا. بدنا التاريخ. هي الحاجة الأولى هذه، أنا وليت نعمل في رياضة الأمامي صدفة. أوكي. يعني كل يعني شاهدنا ديزال فورس، شاهدنا المقاتل العرب. انا كنت صغير، كنت شفت يعني من صغير يعني شفت ديزرت فورس وشفت فايتر، قلت يعني انا عندي مستوى، وما عملش امامها، كنت عامل مصارعه بس، يعني انا قادر افوز عليهم، يعني متعود زعما شجار في الشارع ولا حاجه، انا نجيب روحي يعني في القفص. ويعني وكملت في المصارعه، ندير اللي كنت صغير نعمل المصارعه، كنت بطل الجزائر في المصارعه الحره، ودرب يعني ملاكمه انجليزيه، يعني هاوية كنحبها الملاكمة، نحب ندير الاثنين مع بعض. ويعني وصارت قصة كبيرة، وهاجرت لأوروبا، ويعني الحمد لله. في النهار كنت يعني جول مع واحد من أصحاب تي أصدقائي، وتعرفت على مويز ريمبون، هذا هو عايش في 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 دبي، مويز ريمبون لعب في أبو ظبي، وقال لي وش قولك يعني لو جي تتدرب في صاحبي، يعني عرفني على مويز ريمبون، قال لي هذا مويز ريمبون، هذا سعيد له بطل في المصارعة جزائري. قال لي ملاح، أنا بحضر فايت، ممكن جي تعمل لي يعني تعاوني شوية في التحضيرات. قلت له أوكي، ما فيش مشكلة. قال لي الناس كل تقول أوكي، واحد ما يجي. أنا درت لصاحبي قلت له ده مغرور، هذا وش حط نفسه، هذا كنت تشاشر معاه في الشارع. ورحت عنده بعد يومين، والله كنت في شهر رمضان، رحت دربت قلت له نجي جوه المساج ساعة 5 مساء، وبدينا في التدريب. انبهرت، عنده قوة والله خارقة العادة، مرونة، يعمل لي زعما إخضاعات إسقاطات. انا المصارع ولا هو المصارع؟ انا قلت له صاحبي هذا رمضان انا شويه تاعب، نقص انرجي، نقص طاقه، ارجع لك بعد رمضان. روحت البيت وبديت نشوف هذه امامي، شو هذه الرياضه، يعني المستوى تاع مويز ريمبون، ورجعت اتدرب معاه. يعني عقبت معاه شهر ونص تحضيرات، وبديت اشوف كيف يدرب، يعني نقاط القوه، نقاط الضعف، فين هو مليح، فين وش حاب يحسن منه. يعني عجبتني المونتاليتي تاع الفايتر. اليوم عندي بروجرام، زعما بروجرام يخدم في الارض، القتال الارضي، عندي مشكل كيما نكون على الظهر، عندي مشكل هيك. يعني عجبني الاسلوب تاع التحضيرات والدريب، قلت يعني حاجه جديده ما نعرفهاش، انا متعود على المصارعه والملاكمه. قال لي انت سعيد يعني تجي للجيم، ويعني ما تخلص ولا حاجة، كلش بلاش، يعني انت تكون سبارينج، يعني تمن سبارينج تاعك عندك الابونمو، يعني تدريب مجان. قلت له اوكي، وبديت اتدرب. هو قال لي انت عندك مستوى مليح، انت تلاكم وتصارع، كانت صعبة شوية على يعني البارتنر اللي كانوا بهي يوقعوني في الارض، وكانت شوية صعبة، وانا كنت اعمل ملاكمة مصارعة اعمل ملاكمة. وقال لي لازم تعلم القتال الارضي. انا قلت له ما نحبش، يعني ما كنتش محترف، كنت مبتدئ. قلت له انا ما نحبش نعطيها ظهري وادي خنق وتكسار، انا حاجات مش تاعي يعني. وبديت ندرب، بديت نحب ديال القتال الارضي، بديت كي تعمل اخضاع، اول مره تعمل اخضاع الواحد تكون فرحان، يعني واو، عملت تريونجل زي الاطفال فرحان ليله كامله وانا بحلم. وقال لي بعد شهرين ونص تدريب، قال لي وش يعني رايك تلعب فايت؟ قلت انا مويز، انا ما نعرف والو، لا نعرف لا قانون لا نعرف. قال لي انت اللي تتدرب معاهم. المشكل في الفريق اللي كنت ندرب كانوا محترفين، قال لي هذوما محترفين، اللي انت قاعد تعملها في الاسقاط وتعملها في النوكاوت وتعملها في الواحد، هذوما محترفين وانت مبتدئ ما تعرف والو، يعني جرب العب فايت وانت حتشوف. قلت له اوكي. لعبت يعني بعد 3 أشهر 4 أشهر تدريب، لعبت أول فايت ابتدائي، فوز بالنوكاوت في الجولة الأولى. فرحة لا تصدق. وليت مغرور في سويسرا، أنا فايتر،
والحمد لله. وهيك صارت مشكلة يعني مويز ريمبون غادر يعني هاجم راح البلاد أخرى راح كندا على ما أظن. وبقيت أتدرب يعني عمل لي زعما بوز سنة وسنتين ما فيش فايت غير تدريب. ويعني وليت نحب دي وليت نتبع في المقاتلين في لي فايتر في التحضيرات وليت يعني مغروم بالأمامات. وتعرفت على أندرسون بيريرا هو المدرب تاعي يعني اختصاصي أرض بطل العالم بطل عنده من في الفريق عندنا بطل أبطال عالميين كتير في الجوجيتسو فريق أيكون جنيف. بديت يعلمني ديرها ديرها ديرها. وكان أول فايت تاعي في الاحتراف أني ماشي فيز أني نجاوب صحيح لا ما خرجتش عن الموضوع كمل لا أنا بدي إحنا بدنا إياك تأخذ راحتك لأنه بصراحة أوكي. قصتك رائعة فكمل بدنا الناس أوكي. يعرفوا هاي القصة. وبعدين لعبت اثنين فايتر كانوا يعني كانوا سهلين يعني مش مم تشوف الجثة تاع الفايتر يعني فايتر يا حبيبي روح نام يا العين زرقاء والشعر الأصفر والجسم يعني سادني يأكل كرواسون كل يوم يعني ما خافش منه وأنا جاي يعني جوعان ألعب فايت حب نقتله حب كسر له راسه الحصولي فزت على في الأماتر. وكنت نحكي مع أندرسون بيريرا يعني خشيت فريق كنا 12 محترفين أبطال مستوى في القتال الأرضي في يعني محترفين في الملاكمة محترمين في أنا كنت مصارع كان أبطال في جوجوتسو يعني الفريق كان كامل ما كنتش محتاج أعمل جيم أعمل كوندون ترينما وسافر عشان يعني كان كلش قدامي. المدرب قال لي أنت تدرب بس وأنا علي الوقت. قال لي سعيد وش قولك تولي هو قال لي إذا تلعب فايت آخر ابتدائي يعني أماتر وقال لي أنا شوف المستوى ديالك يا تروح بروفيشنال ولا تقعد أمر. قلت له أوكي. عملت عنده واحد شهرين ونص تدريب يعني كل يوم نجي تدرب وأجبرني نلبس الكيمونو وأنا كنت نحب الكيمونو. يقولوا أنا مصارع أنا أعمل المصارعة الحرة يعني ما حبش الكيميكاتا ما حبش الكيمونو. قال لي لازم تلبس وعشان يعني الحركات يكونوا صحيحة وتفهم وانت حط يدك هل برأيك هذا الحكي صح؟ أنا ما أسف على مقاطعتك لأنه هذا سؤال كتير مهم. هل برأيك هذا الحكي صح إنه الجي جوجيتسو بفيدك أنت في الأمامي ولا لا؟ يفيد علاش يفيد؟ كاين ناس كتير يقولك لا أنا أعمل جرابلينج يفيدني أحسن من الجي. هو غلطين. الحكمة تاع الجي صحيحة يعني تعرف وين تمسك كي ما يعودش عندك الكيمونو راح تمسك يعني في الكتف في الرأس يعني حتلقى الحل عشان المسكة تاعك صحيحة. الناس مش هفاهمة هذه الرياضة تختلف تعود في الأمامي في الضرب في الفراب يعني تعمل جي ما تعملش جي الرياضة حتتبدل في الأمامي. انت كعود في النوجي يعني مرتاح تعمل سجريم تعمل هيك بس كعود في كل إلبو في وجهك والجراند أمباوند راح تنسى الجي وأخو الجي وكل تنساها يا ربي سلكني. يعني من الأحسن تفهم يعني الحركة صحيحة هي أصلها يعني نقوله جيجيتسو. وبعدين إحنا اللي نعمله الاثنين نعمله جي نوجي. أنا أحسن لي نوجي عشان أنا مصارع وما نحبش اللي. وكان يعني يفرضني يقول لي لازم تعمل جيجيتسو لازم تعمل جيجيتسو. بعد قلت لك 3 أشهر تدريب هاك قال لي سعيد قال لي 25 يوم عندك فايت. قلت أنا مليح أنا هلا في جنيف يعني حاجة قريبة في الحي. قال لي هتلعب برو. يا ودي كيف برو؟ أنا رحت لأصحابي يعني قلت له هذا يحكي منه بالصح ولا قد يمزح؟ قال لي لا قال لي سعيد مدام قال لك أنت برو يعني عندك مستوى برو. قال له يعني أعمل ثقة في المدرب. قال لي ما كان له تقول أني مشني محضر. قال لي هذا غلطة. قال لي مدام هو قال لك أنت محترف يعني أنت عندك المستوى. قال لي ما نعرفش القتال الأرضي ما نعرف وينه. قال لي شو؟ قال لي روح برا. قال لي اسمع المدرب. قلت له قال لي 25 يوم وحخفض واحد 13 كيلو كنت 96 97 حل ألعب 84 كيلو. قال لي من الأحسن لك 84. قلت أنا مش رح أني
ما نعرفش هذه الاكل الصحي وجيت وبروجرام وتوكل هيك ومكملات، ولا اصحابي كل يعاونوا فيا سعيد، وانا نقول ناكل كاتو يقول لي لا ما تاكلش كاتو، نشرب كولا ما تشربش كولا، ما تاكلش كسكس ما تاكلش هكا، والله يهبلوني. وبديت والله وصلت يعني وخفضت الوزن والحمد لله، يعني فزت في الجولة الثانية. كان واحد يعني بطل سويسرا، بس كان عنده حزام أبيض، ما كانش يعرف جوجيتسو، وكان مليح في سترايكينج، عنده كيك بوكسينج، بطل سويسرا وبطل حاجة هيك. الروندة الأولى كانت شوية صعبة في الضرب، في وبديت نعمله في تيك داون، يعني كنت مصارعة وكنت أي حاجة نسرع المصارعة عشان الإسقاطات. والحمد لله الجولة الثانية، نهاية الجولة الأولى قال المدرب، هو كان يكذب عليا، قال لي شوف يا سعيد، زعما الفايتر بيرجع، قال لي يعني أو داخل راح يموت، قال لي أنت قتلتيه، وأنا كنت جراند باو كنت نضرب فيها يعني نضرب بقوة، وقال لي وقاعد يرجع، هو يكذب ما رجع ما والو سيد، كان قاعد يعني طلع لي المعنويات تاعي، قلت يعني ما دام رجع ما يقدرش يكمل الجولة الثانية. والله خشيت عليه زي الطورو، خشيت فيه ديرك دوف دوف دوف، وفزت عليه بالتيكاو في الجولة الثانية، وفضته وهزت العلم الجزائري وفرحان وغني. وبعدك أنا خارج وخضرت مع صحيبي، قلت له سمى أنا وليت برو، أنا محترف، قال لي محترف ورابح بالتيكاو، قال لي مش محترف. قلت والله، وبدأت القصة يعني مليون، وليت نعرف يعني فركت على بروغرام تاع بريباراسيون فيزيك، تاع التحضيرات، تاع يعني بروغرام تاع اللياقه، بروغرام تاع يعني كل كاين ديما جديد في الامامي، ما كانش حاجه يعني خرجت عندها 5 سنوات نقعدوا فيها، يعني كل اسبوع كاين حاجه جديده، تحضير جديد، لازم جري، لازم في السباحه، لازم تعمل كلش. ونظري خشينا في عالم جديد، خشيت في عالم جديد ما فهم فيه والو، وحب غير نكتشف حوايج، هذه ملاحة، هذه تعدني نداها، هذه مش ملاحة ما نديهاش، هذه هك. والحمد لله وكثروا الفايت، فايت ورا فايت، فايت ورا فايت، حتى وصلت ممكن ولعبت في الكويت في منظمة جي اف سي، لعبت فايتين. قبل ما تكمل محمد، في شيء بس انا اسف على مقاطعتك، في شيء لازم احكيه لمستمعينا ومشاهدينا، والو يعني ولا إشي، ولا إشي والو، ولا والو يعني ولا إشي، بس لأنه عندنا كثير إحنا مستمعين ومتفرجين اللهجة الجزائرية، فلازم نفهمهم لما تسمعوا كلمة والو يعني ولا إشي، يعني أنا اليوم مش ماكل والو، مش ماكل والو ولا شيء. كمل، كنت بتحكي لنا على الجي اف سي بالكويت. ولعبت يعني فايتين في الجي اف سي. الفايت الأول كان مع أسامة الصعيدي على الحزام، خسرت بقرار الحكام، قرار الحكام سبلنت ولا قرار الحكام، قرار الحكام في الكويت، يعني قرار الحكام، يعني نحترم قرار الحكام، هو كلش في اليوتيوب. والفايت اللي بعده لعبت مع إيهاب جانب أردني، يعني حزام أسود في الواحد. وبعد يعني الجي اف سي على ما اظن وقفت الفاي، يعني الاورجانيزاسيون وحاجه اللي فايت هذه وقفت للمده، رجعت لاوروبا، لعبت في المانيا، لعبت في النمسا، لعبت في سويسرا، لعبت في ريبوبليك تشيك سلوفاكيا، يعني لعبت مع مقاتلين يعني ملاح، مستوى عالي. انا ما كانش عندي فايت مع فايتر يكون الركور تاعو اقل مني، كانوا كل يعني اكثر مني فايت واثنين ما حتى بخساره كانت عندهم خبره. انا بديت بصفر فايت والحمد لله اليوم ماني 11، وملي كان التحقت باكاديميه ديزرت فورس كانت يعني ملاحه ياسر، خبره كبيره، ويعني تعرفنا في العالم العربي احسن. انا كنت يعني لقيت راحتي مع عرب مقاتلين عرب مدربين في بلد عربي، كانت احسن من اوروبا، يعني اوروبا مستوى عالي ومستوى كبير، مش هي انا لقيت راحتي مع المستوى يعني اديت المقاتلين الفايتر العرب وفي بلد عربي، لقيت راحتي معهم وشاركت في الاكاديميه والحمد لله، يعني فزت في الشالنج كل
ووصلت النهائي وفزت بالدرع الحمد لله، وبدأت يعني درت اسم يعني في الساق الأوسط. أكيد، واسم كبير كمان ما شاء الله عليك. الحمد لله. حلو حلو. يعني أنت بتعرف محمد فخر الدين من أيام ديزرت فورس، أفهم من هيك؟ فخر الدين كما نقول احنا الطفل المدلل تاع دي سي اكشن ديزرت فورس. هو الكل ما يعرفش فخر الدين، الناس كل فخر الدين نعرفه من زمان يعني، ومس كما نقولوا مش هو صاحبي، عندي علاقات معه، بس كما نقولوا انا نعرف هذا الانسان فخر الدين المقاتل ونعرفه. طب وراح بالله عليك قول لي، قلنا القصه كيف صارت، كيف اجيتوا لهالفايت هاي؟ هلا قول لي قصتك عشان اقول لك قصتي. شوف انا يعني صريح، انا اللي في قلبي في لساني، ما عنديش انا اللعب وكذا. فخر الدين ما عندي معاه لا علاقه ملاحه لا مش ملاحه، ما عنديش علاقات معاه يعني فايتر. انا بصفتي كمسلم وعربي انا اشجع الفايتر العرب والمسلمين في اي مكان يعني. حلو. في البلد عربي وبلد اجنبي، يعني لو كان فخر الدين يلعب في اوروبا انا كنت راح نشجع فخر الدين، وفخر الدين كيلعب مع البرازيليين انا شجعته. اي فايتر انا شجع، انا هك دم اخويا دم عربي مسلم، انا شجع المسلم. ويعني تلاقيته من في الفندق وشفته هكا سلام، تلاقينا في لاسانسير المصعد. سلام سلام مليح هذيك، شو زلمه تاع لبنان واحد لاباس الحمد لله، حنا نقولوا انتيك فايت. لعبت الفايت مع السويدي، فزت عليه بالقاضية، وانا طلبت الحزام يعني. انا هزمت اقوى اثنين في الميزان تاعي يعني، بلاك هولك تودستوت وهذايا نسيت اسمه السويدي هذا الطويل، فزت عليهم، هما كانوا من الاقوياء، قلت انا يعني من حقي الحزام، انا مش راح اديروا لي كيما خبيب العب 50 فايت بعد تعطوني حزام، العب تكبر وراح يولي عاجز ما بقاش كيما. بتحكي على زفيونيك كراجي كراجي و هو انسان طيب يعني. اسمه هذا انا ننسى يعني، وكان يعني مقاتل لعب مستهزأس بها يعني، عنده مستوى رائع في سترايكينج، عنده حزام بني في الجوجوتسو، عنده اثنين يعني ربح يعني عدد من الفايتر مليح بالتيكاو، عنده مستوى رائع، لعب ما يتكبرش وما ياخدش الخصم يعني يعطيش أهمية، مهما يكون خصم هذا حضر ودرب وجايبه يفوز، مش وجايبه يعني تفسح، لازم يكون يعني احترام وتكون جيم بلان مليح وتكون متيقن من عندك خصم، ما عندكش يعني مش هتلعب مسرحية ولا تمثل ولا هذا ضرب صح. ودرت انا درت يعني على الحزام، انا بدي الحزام، وكنت يعني بلادريلالين ورا الفايت متعصب. وبعدين شفت كومونت فخر الدين يعني انا اخذ الحزام مع سعيد، وقلت انا عيطت للمناجير تي قال لي شفتي؟ والله ما شفت السنه، قلت عندي ياسر كومونت في الانستغرام والفيسبوك، قلت خلي نشوف جيت نشوف، ولا قلت فخر الدين شبيه هذا هبل ولا مش دخلك انت 84 كيلو شيء تقلق فينا احنا كتر فانتراز، او قال لك حاب يولي بطل مزدوج يعني ماغريغور تاع لبنان. اوكي هذا اخويا انت اللي قال لك كيما يقولوا في وقيله في مصر، قال لك السن بالسن والعين بالعين والبدي عدله، انت اللي بديت يعني خاطي معايا، احنا يقولوا في الجزائر اللي جاب رجليه لعصا ليه هو اللي خير. ان شاء الله يكون فايت قوي هذه يعني. طيب انت ايمن شو قصتك؟ انا قصتي يا اخي كنا منق عليه لفخر الدين، وين بدنا فايت بدنا فايت بدنا فايت بدنا فايت. فبحكي معاه شي يوم بقول له شو يا فخره ما في فايتس عندك، انت بطل ميدل ويت ولا اوبوننت عندك، شو عم بيصير معك، شو قصة الجماعة ليش ما عم بيجيبوا لك فايت؟ قال لي اسمع انا بدي اصير دبل تشامب. قلت له كيف يعني؟ قال لي بالله عليك ايمن اعمل لي صورة مع سعيد المعلم. اوكي قلت له ليش؟ قال لي بدي اطلع، انا بدي هيك اطلع صورة على الانستغرام عشان الكل يسوق الموضوع هذا. قلت له على عيني وراسي. شفت الصورة انت؟ شفتها. هلا مش شفت.
طلعنا هالصورة 7 أيام 8 أيام والسماء ما رجعتش خبر انا ما رجعتش. انا قلت بلك قاعد يمزح ولا بلك حاجة برايف عامل نكتة ولا هذا. وبعدك شفت باللي الانسان يعني يحكي منه بصحة عن جد حبي، قلت اوكي ماشي كمل كمل سامحني قصيت كمل. لا فبعد 7 أيام ببعت له واتساب بقول له شو صار معك، بقول لي ذا فايت خلص زبط الموضوع. قلت له معقول بهالسرعة؟ فمن وراء الكواليس ايش صار ليزبطوا الفايت؟ معقول ردوا على المشاهدين على الانستغرام وعلى السوشيال ميديا ولا ايش صار؟ يعني كيف طلعوا على الفايت بهالسرعة؟ هذا سؤال لازم تسأل فيه. انا ما بتعرف ممكن هو كان يعني خبر باللي الفايت قبلوه، انا ما كانش عندي خبر باللي الفايت مقبول. انا قال لك مستحيل، انا كلمت يعني قلت صافو الواحد اللي يقول لي ما كانش يعني رد في فايت وما فيش فايت، اللي يقول له ما عم باليش استنى اصبر. انا احنا وش من شهر مارس اخر، انا سمعت انا بالفايت اخر افريل، يعني ما عنديش 3 أسابيع من سمعت بالفايت باللي مقبول. ما كانش عندي حتى خبر واحد ما قال لي وسقسيته ونعمله في يعني في الكومنت في طاق في الصور، يعني هو بيتحداني وتحداه يعني بروفوكاسيون وانا رجع له، بس ما كانش حاجه يعني كانت حاجه يعني مؤكده باللي الفايت راح يلعب. حتى عيطت للمانجر قال لي قبل الفايت اوكي. شو كانت ردة فعلك انت وشعورك لما عرفت انه قبلوا الفايت والفايت؟ هيا للحرب، احنا ما كانش ردة فعل، ما كانش ردة فعل يعني موافق يعني. هذه ما تخمم ما ولو يعني عايشيك يقول لك تحارب تقول له لا الاسبوع الجاي عندي اجازة الحرب عندي اجازة. طيب لما انت تتحضر لواحد وزنه اخف منك، هو وزنه الطبيعي اظن اخف منك بكتير هذا زمان، شو بتسوي؟ فايت 96 ولعب 95، يعني الميزان هو جابه قبل ما نقبله احنا الفايت، يعني كان متاكد باللي يطلع في الميزان. انا مش غبي، هو كان متاكد باللي يطلع 96 كيلو 97 كيلو سهل اللي هو لعب فايتين في ميزان 96 95 كيلو، يعني لعب اوبن ويت صح، مش للميزان يعني عند فخر الدين. طب هلا احنا كثير تعمقنا بموضوع فخر الدين، انا بدي ارجع لورا شوي بس اذا بقدر ايمن بعد اذنك. خليتني اتحمس الموضوع هذا وهلا بدك ترجعني لورا. استنى بدي ارجع لورا شوي قبل ما تتحمس في الموضوع. ارجع خلص. انا عندي سؤال كثير مهم لمحمد. قل لي يا اخوي، انت بطل مصارعه عندك 11 انتصار، ال 11 انتصار 6 منهم او 7 كي او وثلاثة أربعة أربعة وخمسة ديسيجن، وين السبميشنز؟ وهل أنت شايف إنه في فرق في المصارعة بينك وبين فخره اللي حيعمل فرق في لأنه أنت كمصارع كتيك داون إحنا كلنا عارفين، بس هل الجوجيتسو والسبميشن حيفرق معاك في هذا النزال ولا؟ أنا سبميشن، أنا منحب السبميشن. أنا من في التدريبات المدرب يقول لي يعني عندك كيمورا عندك جيوتين عندك، ما نحبش نعملها يعني لو عملتها عشان خاطر المدرب أنا نكرههم، أنا حب الضرب. أنت مش ناوي على خير يعني. لا يعني هذا ستايل بتاعي نحب الضرب، نحب نضرب كي عاد في الجراند أمبا وتجيني أحلى منه وأسهل من يعني فيناليزاشن ولا حاجة. الإخضاعات يعني في تدريب أنا أعمل الإخضاعات، يعني أعمل أرمبار نع كليت يعني الطالون المرفق كيمورا نعمل، بس في الفايت يعني أنا نكون يعني حاب الفوز، ما نكونش ممكن أكون أنا في وضعية موت وأعمل أرمبار زعما اليد ويعني مع العرق تتقلب الآية يصبح هو اللي قاعد يضرب. أنا يعني ما نحبش الريسك كما نقولوا الخطر الناحيه. انا كما نقولوا بشويه يعني هذا طبق يعني فواكه وتبدا تاكل بشويه.
تتلزز تتلزز حضرتك بمزمز بمزمز على الضرب. ثم تبدا بشويه تاكل بالعقية يعني تاكل بسرعه قدر الصحن يطيح وما تدي ولا حاجه. طب انت مش شايف انه ستايله هو لفخره قريب على ستايلك؟ هو باستثناء المصارعه يعني في سترايكينج هو معروف بالسترايكينج، هو معروف بالقتال الوقف، وعنده كما نقولوا يعمل كثير لوكيك، يعمل بالارجل، ويعني مم عنده فوزين تيكاو باللوكيك، يعني فاز بالضرب في الارجل، يعني المفهوم باللي هو يوجع برجليه، عنده الضرب تاعه قوي. هذا كان في 77 كيلو كان يوجع، يعني في 96 يا صاحبي لازمني اعمل حجاره في الشر. كيف تجهز لهيك اجرين؟ اجرين معروفين عنهم انه قوايا، كيف الواحد بجهز لهيك شغلات؟ يعني هو كان جيم بلان تاع الفايت، ان شاء الله هو يكونوا اثنين، يعني واحد اللي نبدا به، وواحد يعني لو يكون الفايت يعني بيصير كما نقولوا مش كما كنت حاب انا، يعني قدر نغير الخطه في الجوله الاولى في الجوله الثانيه، في هما اثنين جيم بلان. يعني فاي كيك في كتير، يعني من التحضيرات ممكن بلوك كونتر، ممكن سيزي وتعمل تيك داون، ممكن في كتير حلول، يعني الستايل تاع فخر الدين، يعني لو ان شاء الله ما يكونش خطأ يعني في الفايت، الانسان كيعود عنده مستوى عالي وتحضيرات ويكون من كل نواحي مليح، الفوز يجي عن طريق خطأ الخصم، كي يخطأ الخصم تقدر تفوز عليه، ان شاء الله ما يكونش الخطأ من يعني من جهة تاعي، يكون من الخطأ من جهة فخر الدين، وإن شاء الله يعني مش حاجة غريبة دي لوكيك، يعني أول مش أول فايت نشوفوه إنسان يعمل لوكيك ياسر، ويعمل آي كيك ويعمل كتير هوك ويحب الشجار ياسر، يحب يعني الهوك مفتوح ياسر، يعمل 2-3 هوك. إن شاء الله هو إنسان عادي، ما عندوش مش وحشة، مش راح نخش أنا في قفص مع أسد لا بصراحة بدك الصراحة، احنا شوف يعني احنا طبيعة برنامجنا انه كتير عفوي، اوكي، ومناخد راحتنا، فانا كتير عجبني فيك انه عادي انت يعني ماخذ الموضوع بكل اريحية نبكي في الليل يعني لعبوا فايت لعفايت، هو مش الأول ولا الأخر، وإن جاء أول فايت نقول لك ممكن، يعني ومش نقول لك هاك، يعني أنا ما عنديش يعني ضغط ومش خايف، أنا إنسان عنده ضغط، تخاف تخسر، تخاف تجيك إصابة، تخاف الماتش ما يجيش كما حب أنا، مش يعني خوف بها من الإنسان. أنا حتى اللي فايت يعني مش نشوف فيها، أنا في حط رسومة حركة وقام نتفرج مع أولادي وقام نضحك، ما نديرش ضغط، يعني عندي المدرب هو الشغل تاعي ويعمل لي جيم بلان وتحضيرات تاعي تاع تدريب على الخصم اللي احنا معاه، ويجيب لي سبارينج، ممكن انا نعمل في سبارينج مع ناس اقوى منه 1000 مره، يعني في الكيك بوكسينج عندي انا اعمل سبارينج مع ناس تلعب في جلوري، منظمه جلوري، صحيح، ومش هذا يعني مصارعه، يعني في تايمينج مصارعه ما تكونش في وقتها راح تاخذ منك يعني ضغط كبير، يعني بكود انرجي راح تستهلك طاقه كبيره في اسقاط، وممكن ما تقدرش، وقادر ما تستهلك والو وتعمل الاسقاط، ممكن تضرب 20 كروس ابركات وما تعمل والو، وممكن تعمل جاب وتعمل اسقاط، يعني في تايمينج، ما فيش هذه زمان كان عندنا المقاتلين هذه العرب ما حتى في امريكا يقول لك هذا مصارع، يعني مصارعه ما بقاش درك، الناس كل مصارعه، الناس كل تعرف القتال الارضي، الناس كل تعرف سترايكينج، الناس كل تحضر، ما بقاش هذيك هذا يعني متفوق في الواقف وفي الارض، ما كانش هذه، كانت يعني ايام زمان الفايتر ما كانوش، الوقت الحالي اي فايتر يعني في اي مجال، يعني في الواقف في الارض في الصراع عنده خبره، يتدرب جيم، لازم تعمل ارض، لازم تعمل سترايكينج، لازم تعمل هيك كونتر،
عشان يتطور الفايتر. زمان ما كانش، انت مصارع بطل افريقيا خش راح تفوز بالاسقاطات، حتفوز فايت اثنين ومن بعديك تاخذ تحفي في واحد مليح في المصارعه يفوز عليك في اللكم، يفوز عليك في القتال الارضي. انت مليح في الارض وما عندك سترايكينج، راح تلقى صعوبه في مع مصارع مع سترايكينج مستوى عالي. هذه كانت الايامات الاولى تاع الامامي، وحنا الحمد لله يعني 2000 سنه 2021 يعني مستوى تطور كثير، وعندنا الامكانيات، كاين يوتيوب، كاين ناس اوروبيين محترفين، ناس تروح ونترجو الاي اف سي نشوفوا تحضيرات مسبارين كيف ما يتعاملوا كيف ما هدير، والعبد يتعلم إذا يتعلم، وإن شاء الله ديما يحب يعني يمد مستوى أحسن، لازم يرجعش، لازم ديما يشوف نقاط الضعف تاعه يطورها، نقاط القوة تاعه يزيد يحسنها، ويعمل جيم بلون. الجيم بلون مش يعني نفركتو عن نقاط الضعف تاع الخصم، قدر يقول الجيم بلون عليك أنت، نقاط ضعفك انت، نقاط قوتك، فين انت مليح فين انت مش مليح، لازم تعمل هيك لازم تدرب هيك لازم تاكل هيك لازم تدير هيك، وان شاء الله يكون يعني الفوز من كما نقولوا من نصيبك، يعني تستاهل انت تتعب وتشري وتدريبات واصابات، وعندك واحد حتى الخصم اللي راح تلعب معاه يحضر نفس الشيء، وعنده هو عنده مدرب يقول واحد فوز ويقول له سعيد نقطه ضعف تاعو ممكن العب له لوكيك ما يعملش بلوك اعمل له هيك يعني. بس كل واحد والفايت، كل واحد والجيم بلان تاعو. انا مع هذاك لا اله الا الله محمد رسول الله، هذاك السويدي قادو شو اسمه تاعك، ما حدا بتذكر اسمه، ما حدا تذكر زيرفيتش كراجي كراجي ابراهيموفيتش ابراهيموفيتش يعني ما كانش الجيم بلان اللي لعبت به، انا كنت يعني دايرين جيم بلان مش متوقعين باللي راح يتحرك بسرعه يعمل اي كيك من البعيد ويدخل ويخرج يدخل ويخرج، يعني لعبت قريب 3 دقائق وما قدرتش ندير الجيم بلان اللي كنت مدرب عليه. هذا كان سؤالي لك، سؤالي لك انت، انت والمدربين تعاونك لما تحطوا خطه وجيم بلان قديش فيك عن جد انت لما تدخل فايت تتبع الخطه والجيم بلان؟ انت داخل فايت مش داخل كره قدم او داخل، يعني قديش فيك يعني تتبع جيم بلان عن جد؟ جيم بلان هيكون تخدم يعني في الصاله في المكان اللي نتدربوا فيه يعني في الجيم، يعني شهر على الاقل شهر، يعني كل يوم تدير نفس الحاجه عندك الخصم تاعك. يعني نعطيك مثل فخر الدين يلعب بلوكي كياس، يعني كي تبدا من في التسخينات ويعني بوز تكنيك ولا حاجه، يعني صاحبي يعمل لوكي كان بلوك اعمل نرجع لورا نعمل نحكم رجله، يعني كل يوم كل يوم هذا هو الجيم بلان. يعني الفايتر مش راح يتغير في قصه شهر شهرين، ستايل تاعو يقعد ستايل تاعو، ما يديرش الجوله الاولى جوله ثانيه راح يرجع للستايل المعروف به، وهنا يكون يعني الخطا كما قلت لك الخطا تاع الخصم، وتقدر تستفيد منه باسكو انت كنت محضر الخطا هذا، يا غلط يعمل الحاجه دي كي يعملها انت هنا دير كما نقولوا الجيم بلان تاعك وبغيت تفوز عليه، يكون اسقاط يكون لكم يكون تشوف يعني الخطه اللي كنت محضر بها تفوز. طيب هلا انا عندي لك كمان سؤال، قول لي يا اخوي، انت هلا طالبت بالحزام اللايت هيفي ويت بلت في بريف، مين في بريف يلعب ضدك اصلا كمنظمه؟ كمقاتل تحكي عن مقاتل على هالوزن يعني، انا هل خليني اغير نمط السؤال، هل انت شايف انه فئه الوزن هاي في بريف فيها روستر مقاتلين اللي تقدر تعيش هاي الفئه ولا احنا عندنا احنا محدودين في الوزن 93 كيلو، ما فيش فايتر كتير، لكن في كاين فايتر مليح كل مره برايف، يعني تعمل عقود مع مقاتلين، يعني كي يروحوا البلد اجنبيه ولا حاجه يعملوا عقود مع مقاتلين. المشكله البرايف حطتني مع افضل مقاتلين في الفايتين اللي عندي، كان بلاك اولك هذاك توتسيو كان هو المفضل، عنده فوز واثنين قبل ما، وكان يعني عنده كتير فايت في كندا، واحد الثاني كان عنده 2 فوز
حطوني ما فزت عليه يعني ما بقاوش، بقى غير زميله من السويد يسابل انطون، انطون كيفه كخوجة ولا حاجة كما هكا كما الاخر هذا كان مازال ما فاز. وبلاك بلاك تودستوت حب يعمل غوفانش، حب يلعب فايت، قلت له انا فزت عليه وكان عندي كسر في ايدي يعني ما يساعدنيش فايت معاك، انت مش راح تجيب لي ولا حاجه، ما عندك حزام، ما عند... مش قاعد تربح في فايت كونتر يعني مع مقاتلين كبار، ما انا الفايت معاك ما عندوش اهميه، انا لعبت وفزت عليك بقرار الحكام وكان عندي كسر في ايدي. انا طلبت من المنظمه يعملوا تود مع انطون، والفايز منها انا ندي منه الحزام، ممكن هكا سما يعني اكون لعبت مع الأحسن المجموعة يعني من واحد لخمسة، أنا نفوز عليهم، اللي يفوز منا هو اللي يستاهل الحزام. صحيح ما كانش مقاتلين كثير، لكن المقاتلين اللي كاين ملاح يعني عنده مستوى رائع، يعني مستوى عالمي، لاعبين في أماكن كبيرة في أوروبا، وإن شاء الله يعني كل عام نشوف البرايف يعني يعملوا عقود مع المقاتلين حتى يكبر العدد، ونعملوا كما زعما الإي إف سي توب 10 توب طب 20 يعني أنا ندي الحزام وهم يديروا طب 10 طب 5 يديروا وش يحبوا، أعطوني الحزام ويجيبوا حتى دانيال كورمي ولا يجيبوا اللي تحبوا أعطوني الحزام. لا هذا الإشي إحنا منشوفه أنه يعني هي الفئات الوزن اللايت هيفي ويت والهيفي ويت ما في هيفي ويت ببريف بالضبط، بهذا اللي عم بحكيه، في اللايت هيفي ويت والهيفي ويت ببريف وبيو اي واريورز اللي هي المنظمه الثانيه اللي موجوده في الخليج العربي، حتى يعني اللايت هيفي ويت كثير ضئيل من ناحيه المنافسين، وهيفي ويت ما فيش اصلا. صح، فاحنا بنشوف انه هذا الشيء لازم يتطور. هو ما كانش يعني من في العالم ما كانش مقاتلين اللي يختاروا هذا الوزن، في ناس يعني يكونوا عمالقة يعني يلعب فايت اثنين في هذا الوزن، بعدك جيت وتخفيض الوزن يكره يلعب في أكثر من 93-120 كيلو، وفي ناس يكونوا الوزن دحم كما اللي عندي أنا 97-190 يقولك لا أنا أعمل تخفيض كتير ولعب 84 كيلو أحسن من. والمقاتلين اللي كاين في الوزن هذا اي تي في ويت يعود عنده مستوى مليح، المنظمات الكبيره يعني زعما اموان بيلاتور اي اف سي يشوفوا واحد عنده مستوى مليح ياخذوه ديريكت يعملوا له عقد ما يلعبش فايت وشيا هو حاطينه على جنب هذا يقعد حطوا طب 25 طب 20 بس كما نقولوا مع الاي اف سي عنده مستوى مليح لازم المنظمه ما يرقدوش غير يبان واحد اثنين دخل 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 ويدوك يكثر العدد. احنا في العالم ما كانش ياسر، هما كان الوزن الكتير ياسر يعني من 77 70 84 يعني صحيح صحيح يعني في ناس مقاتلين كتير 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 في انحاء العالم ومستوى رائع ما تقدرش حتى تختار من هو الافضل. صحيح، خلاص انا وياك طارق بنخش على الهيفي ويت وواحد فينا بيطلع عنده الحزام خلصنا. نتفاهموا ملاحا، مرة الحزام عندي ومرة عندك، مرة تخليني نفوز ومرة هو عم بيقول إحنا نفوت على الهيفي ويت، إحنا هو 115 أنا 110. الله يبارك، أكل مليح ده ها، كله شوالوز شحوش زولوز. صحتكم صحة إن شاء الله حبيبنا. طيب عندي سؤال مهم جدا وبدي كل الصراحة من عندك، يعني بصراحة أنا صريح الدقيقة الأخرى، أنا صريحة تحضر هو شيء ولدي نيجيريا كما تقول أنتم دغلي، أنا ما كانش دغري طول أروح تحضر هو شيء ولا لا؟ أوه أروح يلا عاد تحضر هو شيء ولا لا؟ وشي تحضر هو شيء يعني نحن هو شيء برنامجنا على اليوتيوب تحضره ولا لا؟ نحضر له بيان سور وشفت مش كل واحد اثنين نشوف نسمعك شويه يعني كان مقاتل يعني نسمع له كان مقاتل نشوف ما نسمعش كل واحد كتابه شيء انا نعرف وعملت لكم بوست يعني في الانستغرام وعملت بارتاجي ودير واحد. طيب ممتاز 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 لازم اخي واجب هذا كما نقول واجب انتم تعاونونا احنا نعاونوكم حبيبنا بنشوفك نحن جايين ان شاء الله ان شاء الله يا رب لازم
لحد هلا مستنين الخبر انه حنقدر نيجي ولا لا، لانه في منشوف ان شاء الله خير. مقفولين مقفلين عليكم حتى انتم. نيجي نيجي سباحه من ان شاء الله سباحه. وش من بلد انتم ما دور الان؟ احنا ساكنين في دبي الامارات. بس هذه سهله قادر تروح له. فينا بس حسب الاجراءات الداخليه. عاد احنا عندنا فرنسا مش عاملها خلاص، الستة ممنوع تخرج من البيت يا اللي حرام عليها. هبلونا الله هبلونا. طيب انا ما عنديش اسئله. اي من ضل عندك انت اشي حبيبنا؟ والله تشرفنا بهالقعده يا سعيد. محمد سعيد ولا سعيد ولا محمد؟ محمد سعيد معلم. احنا في الجزائر نقولوا محمد محمد سعيد محمد سعيد. احنا نختاروا الاسم الثاني عشان الاسم الاول للرسول صلى الله عليه وسلم. ما نقدروش محمد نقوله محمد عمل حاجه مش عملها، ومحمد احنا نقوله سعيد. سعيد خربها، سعيد دار حاجه قد راسه، دي حلوه على سعيد. سعيد يعني جوز ملاحه خير من محمد. انا اسمي محمد سعيد والناس كل يعني يعيطوا لي باسم سعيد. طيب انا قبل ما نروح وقبل ما نشكرك، في عنا احنا تراديسيون هون في البرنامج، لازم نعمل بودكاست سيلفي. جاهز؟ يلا شد هالبايسب. ها اعطينا واحده شد هالبايسب. بس انا بشويه عليكم، واحد يدو هاك واحد يدو هاك. انا ماكل سلطه قبل ما فيها شاي. يلا اوبا اوس محمد اوس محمد سعيد معلم، كثير حبينا نشكرك على وقتك. واحنا عارفين انه انت حاليا مشغول وتمرين وتنزيل وزن والله ما رحتش تدريب اليوم المساء عجل تأمني ولا متمني. رحت تدريب الصباح، درت تدريب لياقه زعمه لياقه لياقه تاع الجزائر خلاص. وعندي سبارينج العشوه والله ما رحت، قلت لهم عندي موضوع. كانت انا واحده في فرنسا نعمل معهم لايف كيما خوتي انتم يحكيوا يعني على الفايت والتحضيرات. واحد انا قلت اليوم ده راحه نقعد شويه في الدار احنا والعبد يرتاح شويه. نعتبر كما نقولوا احنا صافي بليزير كما نقولوا ويت بليزير راني الحمد لله. ربي يخليك ربي. شكرا لك. شكرا وان شاء الله كل التوفيق وكل الاحترام لك محمد سعيد المعلم. ثانك يو سو ماتش. يلا سلام حبيبي. أي السلام عليكم. 1-2-3 في فارق جيري. أي السلام عليكم. باي باي حبيبي. باي باي.